صباح الخير. النهاردة هنتكلم على نظرية العرض. الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت تكلمنا على الطلب، دي كانت من وجهة نظر المستهلك. النهاردة هنتكلم على العرض من وجهة نظر المنتج. يبقى هو برضو علاقة بين كميات، بس هنا مين بقى الفاعل؟ هنا كان الفاعل هو المستهلك، هنا مين الفاعل؟ المنتج أو البائع مستعد برضو وقادر على بيعها. طيب، عند الأسعار المختلفة أو عند الأثمان المختلفة في فترة زمنية معينة مع بقاء الأشياء الأخرى أو العوامل الأخرى على حالها. يبقى أنا دلوقتي عندي علاقة طردية ما بين السعر والكمية المعروضة. يبقى أنا هنا الفاعل أو اللي بتكلم عليه هو المنتج، والمنتج بيتأثر بعوامل كتير جدا بس على رأسها السعر. ليه السعر؟ لأن السعر بيعكس التكاليف اللي هو هيغطيها والأرباح اللي هيجنيها، وبالتالي كل ما يزيد السعر كل ما ده أكيد هيحفز المنتج على زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلعة. طيب، قانون العرض يشير إلى أن هناك علاقة بين الثمن والكمية المعروضة وبقاء الأشياء الأخرى أو العوامل الأخرى على حالها. هنشوف إيه هي العوامل دي، زي ما بتأثر على العوامل الأخرى، أثرت على منحنى الطلب ونقلته أعلى أو إلى أسفل. هنا برضو قانون العرض هيقول نفس الكلام، إنه في اختلاف ما بين الكمية المعروضة اللي هي انتقال من نقطة لنقطة على منحنى العرض، ومنحنى العرض بالكامل اللي هو بينتقل نتيجة لتغير العوامل الأخرى. ينص قانون الطلب على وجود علاقة طردية بين السعر والكمية المعروضة، فإذا ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة منها، والعكس صحيح، إذا انخفض السعر تنخفض الكمية المعروضة. طيب، بعد كده في جدول العرض برضه حط الأرقام اللي تعجبك، بس المهم يبقى فيه لوجيك في الكلام أو الأرقام اللي مكتوبة. السعر هو العامل المستقل، والكمية المعروضة هي المتغير التابع. افترض هنا 60 50 40، يبقى الأسعار بتقل. طيب، يبقى ده هل هو مشجع على الإنتاج ولا غير مشجع؟ أنا لسه قايلة إن السعر ده محفز أو عبارة عن مرآة تعكس رد فعل المنتج نتيجة لتوقع حدوث الأرباح، فبالتالي لما بينخفض السعر هو بيلقط صورة أو بيكتشف إنه غالبا مش هيحقق أرباح، فده لا يشجعه. يبقى إذا هنا أنا بتكلم على تشجيع المنتج أو عدم تشجيعه. نترجم الأرقام دي إلى جدول. عندك الأرقام دي أسفة إلى منحنى، الكمية المعروضة على المنحنى السين، والسعر على المنحنى الرأسي اللي هو صاد. سين واحد كاف عين واحد، سين اتنين كاف عين اتنين. حط أي أرقام زي ما تعجبك، أي أرقام، المهم إنه لما بيزيد السعر بتزيد الكمية المعروضة، وينخفض السعر تنخفض الكمية المعروضة. التغير في الكمية المعروضة والتغير في العرض، ذكرنا أن هناك تفرقة بين العرض والكمية المعروضة. طيب، إيه الفرق؟ قلنا الانتقال من نقطة إلى نقطة على منحنى العرض نتيجة لتغير إيه؟ تغير السعر. يبقى أنا بتنقل من نقطة ألف إلى النقطة ب على نفس منحنى العرض نتيجة لتغير سعر السلعة. إنما لو تغير أحد العوامل الأخرى والسعر ثابت، السعر ماله؟ السعر ثابت. إيه هي العوامل الأخرى اللي بتأثر عليك لو أنت عندك مصنع أو عندك شركة؟ إيه اللي بيأثر عليك؟ واحد، عناصر الإنتاج أو أسعار المدخلات. اتنين، مستوى التكنولوجيا اللي هتستخدمه أو الفن الإنتاجي. تلاتة، مستوى الإعانات اللي بتفرضها الدولة أو بتديها، أسفة، بتقدمها الدولة، ومستوى الضرايب. أربع عوامل أساسية. ده كسامبل أو كنموذج، لكن في عوامل كتير جدا بتأثر على الطلب. أرجع تاني وأقول، إذا تغير السعر بتاع المنتج هتتنقل من نقطة إلى نقطة على نفس المنحنى. أما إذا تغير أحد العوامل الأخرى فده معناه انتقال المنحنى بكامله من أعلى إلى الأعلى أو إلى أسفل، والسعر المنتج ثابت. طب إيه هي العوامل دي؟ عندي عوامل إحنا هنلخصها في شكل أساسي. أي عوامل بتساعد المنتج بتشجعه على الإنتاج يبقى ده هتزود العرض، يبقى هينتقل إلى اليمين. أي عامل بيؤذي المنتج أو لا يشجعه على الإنتاج بينتقل إلى إيه؟ إلى اليسار. وبالتالي تكاليف الإنتاج أو عناصر المدخلات، تعالوا نشوف الكيرفات عشان يبقى أسهل بالنظر إلى الكيرفات. أهو، نفترض إن المنتج ده بينتج 100 وحدة، بأسف، عند 100 جنيه بينتج 4 وحدات. طيب، تعالوا نشوف العامل الأول. إذا حصل إنه زادت أسعار المدخلات يبقى دي معناها إيه؟ ارتفاع التكاليف على المنتج. وبفرض إن السعر ثابت، يعني نفترض إن السعر اللي هينزله السوق أو عنده منافسين ما يقدرش يتغير عن 100، يبقى السعر ماله؟ ثابت. يبقى هل ده يعتبر محفز أم غير محفز؟ غير محفز.
يبقى عند نفس السعر 100، بدل ما كنت بنتج 4 هنتج كام وحدة؟ 3. يبقى انتقل المنحنى فين؟ إلى اليسار. طب لو العكس، قلت أسعار المدخلات، يعني مثلا العمال أجورهم قلت، أو حصل أي حاجة كنت بستوردها فسعرها قل، أو بجيبها وسعرها قل، طبعا عند نفس السعر يبقى أنا هشجع الإنتاج، يبقى هنتقل إلى اليمين. نفس الشيء إذا زاد الفن الإنتاجي أو التكنولوجيا، عند نفس السعر 100، بدل ما بنتج 4 هنتج 5، يبقى انتقل الى اليمين لان ده مشجع. طب اذا كان عندي تكنولوجيا وباظت او اندثرت او قلت، يبقى ده غير مشجع، يبقى هنتقل فين؟ الى اليسار. طيب في عندي بعد كده الدعم بالعقل كده، الدولة ادتني دعم، يبقى ده مشجع ولا غير مشجع؟ مشجع، يبقى انتقل فين؟ الى اليمين. طب لو الدولة سحبت مني دعم، كانت بتديهوني وسحبته، يبقى انتقل الى اليسار. الضرائب، الدولة زودت عليا الضرائب، يبقى ده هيؤدي إلى عدم تشجيع الإنتاج، يبقى أنتقل إلى اليسار. طب الدولة خفضت من الضريبة، يبقى ده هيشجع، يبقى أنتقل إلى اليمين. طيب بعد كده إحنا درسنا الطلب ودرسنا العرض. السوق بيتكون من مين؟ بيتكون من طلب وعرض، اتنين لاعبين أساسيين في السوق. توازن السوق يعني معناها إن لا هيبقى عندي المنتج زعلان ولا المستهلك زعلان، يعني المستهلك بيشتري السلعة ويلاقيها، والمنتج السلعة اللي بينتجها بتنفذ وتخلص، ما عندوش مخزون ولا عنده فائض ولا عنده عجز. طيب عشان نشرح الكميات الكلام ده، هنفترض عندي السعر، نفترض 10 8 6 اي ارقام، المهم السعر ماله بينخفض. طب في المقابل الكمية المطلوبة بالعقل هيحصل لها ايه؟ هتزيد 50 100 200 400. طب الكمية المعروضة لما السعر بيقل بيحصل ايه في الكمية المعروضة؟ بتقل، ولنفرض 260 240 200 150. طب تعالوا نلاحظ بقى، عندما يكون السعر 10، طيب السعر 10 ده سعر مرتفع، يعتبر مرتفع. طب ماذا نلاحظ بالنسبة للمستهلك؟ طلبه الطلب 50، بينما المنتج لأن السعر عالي فمربح بالنسبة له، فأنت كم وحدة على أمل أنه يبيع 260، لكن اللي حصل ان المستهلكين طلبوا فقط 50، ما قدروش كلهم يقدروا يشتروا السلعة دي نتيجة لارتفاع السعر. فهيحصل ايه في السوق؟ فائض. فائض بكام؟ 210. لما المنتج لقى عندي فائض هينتج برضو المرة الجاية بنفس السعر؟ اكيد لا، هيقلل السعر من 10 ل 8. طب لما حصل ان السعر اقل من 10 ل 8، زاد الطلب من 50 الى 100، والكمية المعروضة مالها المرة دي؟ قلت لانخفاض السعر، وبالتالي طلبنا 100 وعرضنا 240، لا زال عندي فائض في السوق 140. ده هيؤثر على قرارات المنتج في المرة اللي بعدها، هيؤدي إلى انخفاض السعر تاني من 8 إلى 6. حصل إيه؟ حصل إن المستهلك أصبح السعر ده بالنسبة له كويس، فاتجه إلى السلعة وطلب منها كام وحدة؟ 200. والمنتج لما شايف في عندي فائض والأسعار بتقل، وده هيخليه ينكمش في عرضه، يبقى هنوصل ل200. هنا هتلاقي الكمية المطلوبة قد الكمية المعروضة، يحصل عندي تعادل. تعادل يعني هي دي كمية التوازن وسعر التوازن. كم كمية التوازن؟ 200. ليه؟ لأن كاف ط تساوي كاف عين، كمية مطلوبة تساوي كمية معروضة. وسعر التوازن كام؟ 6. ليه؟ لأن هو ده السعر اللي تحقق عنده التقاء بين طلب المستهلك وعرض المنتج. طيب لو هو السعر قل كمان، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي المنتجين قللوا وسعرهم إلى 150، الأسفل كمية المعروضة إلى 150، وزودوا المستهلكين طلبهم إلى 400. هنلاحظ عندي هنا إيه بقى؟ هجوم على السلعة نتيجة لانخفاض سعرها، فأصبح عندي عجز في السوق 250. ما هو رد الفعل نتيجة لوجود عجز في السوق؟ هتلاقي السعر بيرتفع، ونرجع تاني السعر يزيد، فاللي ينكمش الطلب إلى أن نصل تاني إلى 6، اللي هي النقطة اللي فيها تتساوى رغبات المستهلك والمنتج. في الشكل التالي احنا بنرسم منحنى الطلب زي ما تعودنا في درس الطلب، وهنرسم منحنى العرض زي ما تعودنا في درس العرض، ويحصل الالتقاء عند السعر 6 والكمية المطلوبة والمعروضة 200. اي سعر اعلى من سعر التوازن اللي هو 6، سعر عالي، يبقى هتلاقي ان العرض اكبر من الطلب، اذا انا عندي فائض. يبقى السؤال كده لو جالك، إذا كان السعر أعلى من سعر التوازن ماذا يكون في السوق؟ يكون في السوق فائض بسبب ارتفاع الأسعار، يبقى المنتجين متحفزين للإنتاج بينما الطلب منكمش، يبقى عندي فائض، يؤدي ذلك إلى انخفاض، اتجاه إلى انخفاض السعر. طب لو السعر أقل من سعر التوازن، يعني هو 6 مثلا، خلينا 4 أو 3،
هتلاقي عندي فائض في الطلب او عجز يعني في السوق، يعني ايه؟ يعني الطلب كتير قوي بينما المنتجين قللوا عرضهم، يبقى انا عندي عجز في السوق ويستمر الى ان يصعد الى حالة التوازن. شكرا.